خير. صباح الخير عليكم الدوش عليا لافيقة 8:30 الصباح هادي ونتي حكا حكا الصباحية. صباح الخير عليكم وهلو هلو كبيدات، نتمنى تكونوا بخير على خير اموركم. هاني واش كاين شي حد بحالي فيكم فيقة سخفانة؟ مانيش جد لان هضروا في الجد. مهم علينا دابا 8:30 كان في قديمة أنا الأولى قبل من سفيان باش يلاه كنوجد الفطار كنوجد من اللباس كنلباس وداك الشيء حيت أنا حملت ثقيل عليه هو كيلبس فيت في وعوينتي وعوينتي ماشي وقتك اللي تشديني بالحكة. مهم غبرت عليكم كيجيو عندي الناس الماحات كيصيفطو لي الناس لي ميساج نسيتينا في يوتيوب ياسمين ياسمين غبرتي من يوتيوب. مهم بارح كتبت لكم قلت لكم قولوا لي افكار على الفيديو اللي بغيتوني ندير. بزاف اللي قالوا برانك في سفيان بزاف بزاف تا كنزة صاحبتي كنزة غوماري الا نسيت من هنايا بيسو قريت ميساج ديالها الصباح صيفط لي واحد الفكره غندير ان شاء الله من بعد المساند الرسمي لما عندك صحابات بحال كيساندوك ويقلبوا معاك الافكار والناس متبعين كيقلبوا تاع راسك ما دير والو في الحياه. يعني الفكرة ديال اليوم باش ما نطولش عليكم في الناس صراحة الفكرة ديال اليوم هي بان البارح باركة ملي قريت داك مقلب 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 صافي بقيت كنفكر في شي مقلب شو ما عارفين اللي كنخدم داك الراس ديالي نشبعان بسالة وانا نقول ليه قلت ليه عرفتي شنو كنت عارف ناس بزاف قالوا لي تشالنج باش نهربوا على الفكرة ديال المقلب كاين ناس بزاف قالوا لي تشالنج المشكلة الوقت وداك الشيء طن 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 كتعرفي شنو غدا مع ديك 12 غدوز عندي المحل قلت له تما غادي نديرو تشالنج قلت له تشالنج داز الاخر انا و ياسمين بيلول واش فايت لك غنديرو انا وياك راه قالوها لي كي قالوا لي اه صافي ما علينا ولكن انا فكرت في واحد المقلب يعني من فوخي فكرت في واحد المقلب قلت ملي غنطلع نصايب لي فطور سفيان كيعجبو يفطر بالبيض والخليع دونك انا شنو غادي ندير ليه نطيب بالبيض والخليع ولكن غندير البيض والخليع بالملحه والسنت غادي ندير معلقه كبيره ديال الملحه واش ما يطرى لي حتى شي حاجه هي داري راجلي يمشي يضرب لي شي حاجه ندير معلقه كبيره ديال الملحه معلقه كبيره ديال السنت ونخلطهم ونديرهم معاه ونشوفوا اعتماد الصباح مسالي ليه ونشوفوا رده الفعل ديالو ومع هو ديما مثلا صوبتي حاجه ما عجباتوش ما غاديش ما كيبغيش يخسر لي خاطري يقول لي خايبه ولا شي المهم نشوف هادي البيض وخلي ما عرفت جو بونس يقدر يقول لي شي حاجه حيت غير البيض وخلي زعما خلي مش انا مصوبه بايديا باش خاصو يكون بنين ولا شي حاجه. ما علينا ندوزو الجريمه دابا كيقول تفيق بكري بالذهب مشري راسكم ولفت نفيق بكري كيوصل 8 الصباح كنبغي نزيد غير واحد نص ساعه نعسى ما كيبغيش ديك عاد ديك الناس كيبقى مقطع باش هو كيبغي كنعس بكري 11:30 الا طولت 12 ولكن راه 10 الناس 11 11:30 كنبدا كنكمل. المهم ما نطولش عليكم دوزو سمحوا لي كاين شعل لور حيت الشرجة من ورايا صبروا عليا نلوح الزبل ونرجع انا مبقاش حد زبل حدايا مليحة بركة بركة اختي بركة الاستمتاع شخص جديد صح
والراحة. هاد البيض جا بيض بزاف والله حتى اول مره نشوف البيض جا بيض بزاف. درنا داك ميق ما علينا، حنا نجربو السلام. انا كنت خدام باش يعمل كي جاب السيكونجي خلاص صافي. حنا غادي نفطرو ونمشيو ما اصلا خصني نجمع شي كوموندات باش ندير حسابي شحال خصني نجيب من غوك. عندي خدمة ماشي ما قلت كبير مع 12 و12 باقي الحال باقي لا تسودونس. وجهك خاسر ولا لا؟ ما تعرفيك ما خاسر وانا ما عرفتش شو اصلا خديت فيه واحد ريحه بيزا. شميتي فيه ريحه بيزا انت؟ لا ريحته ديال ديما قلت لك اصلا خديت صوبت لك البيض ما صوبتش اتي طلعتيني جيت صوب اتي بجوج ما فيهاش اللي فطر. فطر واش ما عجبكش؟ ولا قلتي واش خاسر ما فيهاش اللي فطر؟ الا ما عجبكش قولها. زدتي فيه شي حاجه؟ ما فيه حتى شي حاجه. واش ما عجبكش؟ واش فيه شي مذاق ماشي هو هذاك؟ داخل ما كنشوف ما كناكلش انا الخليل. شحال خصنا نبقاش ناكل واقيلا؟ علاش؟ ما عرفت ملي فيه مذاق واش كنشوف وقال قويتي منه كل ما كنت تفطر به. مزيان مزيان شفت خلي الطلب لا خليها في واحد الريحه شويه ريحه في مذاق شكل وشي ريحة في ما داخلش كيف زوين ما داخلش ما دوغي واخا خديتي طرف بلا خليها راه البيض كيطيب بهداك ال عرفت شنو هذاك داك بحال الزبدة ديال الخليها. يلاه هشام وصل وكول هشام وصل ولا وصل هشام وصل وراه خلوه لتحت يلا وصلت لي ميساج ايوا المرة بغيت تطلعني وتعاود تهبطني لك انت ما غاديش تفتح هاي تعرفت ما الفار كيتسناوني. زيد زيد رجع الباقي زيد عجب بلاصتك وبقى شي كروكيت قطعتهم كاع الشاي.
شكون مخاطفه؟ ويلو 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 سنوا قد لك هذا مزيان تكثر في الموطور تولي بحال الشمس بزاف دونك كاين حتى البرد دير راسي دايره ديلي دابا انا نقول لها الفطور كان مخربق جايه باش ناخذ كاسك من المحل باش غادي نمشي في الموطور ونرجع نقول لها راه عاد سكت الموطور هاد الدقيقه الله والودنين كيرتاحوا باش ما نصوروش السيده دازت كنت نقول لك واحد المفاجاه هذاك البيض ديال الصباح غير برانك فيه الملحه والسنيده الحمد لله يسهل هاد البابا تعبر كنا زعما نجرحوك نقول لك راه خايب وكدا سنا سنا زيد دوزو الطوموبيلات عاد عطينا الراي ديالك فاو فاو شنو هذا بالفطور ما كتبركيش وا فطور في الزنقه هانيك فاو ماشي يقول لك لا راه خايب وانا نجرحوك بالسير ليش جرحني وين انا الزين ديالي الحمد لله زيد على بركه لينا خلينا نمشيو بلا فطور اليوم على ود باش نديرو لكم برانك شربتي اتاي بعدا عمرتي كرشك بشي حاجه ما فيش النعناع وراني ناقص في حاجه زيد حاجه يا شمس العشيه الشمس ما قديتش نحل عيني و دابا غادي نمشيو نتقداو حتى نرجع ونختم لكم الفيديو نمشي شي فين تخسر فين لقيت الملفق ملفق خليني ني بعدا غادي نزق ولا تجبد لك عينك يا كيلا اي ما كان بسالات ما كان بسالات اخوي شو 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 وردينا براسك ما كان بسالات ما كان بسالات واخا نقيس كم قيس كم قيس كدا شوف شحال بوكوس طيت وار تبارك الله هذا السي سفيان ما فطر ما تغدى لا ماني كحدا ديك راه فات جينات شوفوا لي لي غوب نوريكم دابا الناس اللي كيسولوني دخلوا انستغرام تيريتوار دو فام هو اللي فين كنحط كاع التصاور ديال الباس هذه لا غوب واحد غوب ديال زهره قصيره هذه ديال زهره حتى هي طويله هادشي ديال البرد هادو دي غوب قصار راه شو دخلوا غتلقاوني لابساهم واه مشيشه واه مشيش جبت جينات اونفان لقيت شي جين زوين سيتي كلوب داير لهم اشاره هضر هي فاش كنت كنترين شوفوني على خاطر قالوا لي دينا اشهار وهي عطاوني انا واحد وانت واحد عرضوا علينا ايوا الافتتاح ديالاش كان غير حلو ديال عين السبان عطاونا الافتتاح كون نتوما نتلو ايميزولا ايوا كنا ندير ايميزولا هذا كيجيو تحت منهم دي شوميز بيضين انا غنقيس نتا ما تلقاهم في انستغرام كيجيو واعرين هذا سورفات وهادو هادشي مهم خرج هلو اتس مي المهم غنساليو معكم الفيديو هنايا كنبغي نقول لكم جيسبر يكون عجبكم وتكونوا ضحكتوا واحد شويه ولا عندكم شي افكار صيفطوهم ليا في انستغرام كنبغيكم بزاف 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 وباي <تصفيق>